طبعا اول هدف عندي انه يعني تكون المنظم العربي رافد من روافد وحدتنا العربيه. حلو. اذا فشلنا في بعض الجوانب السياسيه وهذا عاد من طبيعه السياسه نستطيع ان نتوحد عن طريق التربيه والثقافه والعلوم. ايضا اركز على قضيه ان تكون بيت خبره عربي. يعني بمعنى ان اي دوله عربيه لديها خطه في المجال التربيه او الثقافه او العلوم تلجا لهذه المنظمه. الشغله الثانيه لاحظت ان يمكن المنظمه غير معروفه. يعني بعض المثقفين يمكن ما يعرف يخلط بين اليونسكو المنظمة العالمية، يخلط بين الإكس والمنظمة العربية والأسيسكو المنظمة الإسلامية ولا يعرف، لذلك نحتاج أن نسوق ونعرف فيها. إضافة في أهداف عاد تنفيذية، قضية أن رفع كفاءة الموظفين، قضية البحث عن موارد أخرى، قضية أن مساعدة الدول يمكن الضعيفة في الدول العربية تحتاج لها. وعندي هدف كبير واعتقد اذا الله قدرني وحققت على الاقل انه هي قضيه الهويه العربيه واللغه العربيه. الله. اجيالنا الحديثه مهدده بانقراض او بانسلاخ عن الهويه، يا اما تكون انك مغترب عن العالم او متماهي بمعنى انك ناسي هويتك. لا، نبي ناكد انها روح عربيه. طفل هالكبر صار في انجليزي احسن مني. يعني احنا نقول من حق، لكن نحتاج الى لغتنا. ترى اللغه ليست مجرد انك كلام، هي لغه وجودك انت. انا اكتشف الاخر باللغه، اكتشف الله عن طريق اللغه الفصحى. وهذه هويتك. نعم. وهذه هويتك. لذلك نلاحظ خصوصا اذا كنا في دول الخليج، دول عربيه، ان هناك يعني انسلاخ ثقافي او استلاب لشبابنا. ترى في بعض الدول العربية مهددة بانقراض الهوية العربية، واعتقد ان هذا يعني تحدي كبير، يعني من اهم القضايا اللي نسعى لها. واعتقد اذا على الاقل الفترة اذا ان شاء الله سهل واستلمت فيها المنظمة، اذا حققت له الهدف هذا اعتقد ان حققنا شيء كبير، على الاقل حافظنا على هويتنا. الشيء الثاني ان نبي احياء كبير للأمة العربية. احنا أمة مو سهل، لها تاريخ مجيد معروف، ليس استعلاء على العالم وليس تقليل من العالم، لكن من حقنا نعتز يعني بعروبتنا، نعتز بثقافتنا. يعني انا لما اتكلم عن الكويت، الكويت ما انطلقنا من فراغ، الكويت رائدة في الثقافة.